بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنرحب بالساده ممثلين جميع المنابر الاعلاميه هذه المناسبه. اليوم كاينه المناسبه ديال السنه الميلاديه. الترتيبات الامنيه اللي كناخذوا دائما كتعرفوا اللي ما كتخرجش على السياق الاحتيالي. غادي ناخذوا ترتيبات امنيه اللي غادي تناسب مع الاحتفالات والتحركات ديال المواطنين وحتى ديال السياح بهذه المنطقه الاقليميه المحمديه. هذا العام كاينه الخصوصيه ديال استئناف جميع الانشطه الاقتصاديه والتجاريه وكذلك السياحيه بالمدينه العمل ديالها بالتوقيت العادي اللي ما كتشتغل به، وبالتالي غادي تكون ترتيبات امنيه موازيه ومواكبه لهذه التغيرات اللي كاينه. عندنا مجموعه من التشكيلات الامنيه، تشكيلات امنيه الزي اللي غتشوفوها في الشارع العام متحركه وقاره، مجموعه من السدود اللي تم يعني الوضع ديالها في اماكن معينه مدروسه كتاخذ بعين الاعتبار الخريطه الاجراميه للمدينه وكذلك النقاط الحساسه والحيويه والمداخل ديال المدينه. كذلك عندنا تشكيلات امنيه بالزي المدني، فرق امنيه اللي غادي تكون في الشارع العام غادي تتحرك في مختلف المحاور ديال المدينه ومختلف الاحياء ديال المدينه، وتواكب كذلك الاماكن العموميه اللي غادي تكون فيها احتفالات ديال المواطنين وديال السياح ديال المدينه. كذلك كما كتشاهدوا معنا الدعم الدائم اللي كيكون معنا ديال الاخوان ديال القوات المساعده اللي دائما كيكونوا حاضرين معنا في هذه المناسبات، كذلك السلطات المحليه ديال المدينه. والعمل ديالنا غادي يبتدي من الان وغادي ينتهي ان شاء الله في على حساب يعني الوضعيه الامنيه في المدينه وكذلك بتعليمات من السيد ولي امن الدار البيضاء. السيد المدير العام الامن الوطني وفر لنا واحد الدعم اللي هو كبير، لا من الناحيه اللوجستيكيه ولا من الناحيه البشريه كما شاهدتوا. والسيد ولي الامن كذلك اعطى تعليمات باش نستخدموا هذا الدعم على احسن وجه. فالان غادي تبدا العمليات الامنيه وغادي تشاهدوا بعض اللحظات غادي تشاهدوا انتشار امني اللي هو يعني يعكس هذا الدعم الهام اللي توصلنا به بهذه المنطقه. شكرا لك. شكرا لك. كانت هذه كلمه السيد رئيس المنطقه الامنيه بمدينه المحمديه. كما تشاهدون هناك استعدادات أمنية بالنسبة للمنطقة الأمنية بالمحمدية من أجل تغطية الحدث الذي هو رأس السنة، وكذلك من أجل تتبيب الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة خاصة مدينة المحمدية وخاصة في الفترة المسائية والليل. طبيعة الحال احنا كننقلوا لكم الصورة ديال رجال الأمن الوطني وكذلك بمساعدة من رجال قوات المساعدة. هنا هاد جوج ديال الفرق اللي غادي يتكلفوا أنهم يوجدوا الأمن يوجدوا السلامة وكذلك من أجل حماية المواطنين، وكذلك مسألة أخرى وهي تنظيم المدينة اللي هي مدينة المحمدية في هذه الفترة اللي هي فترة رأس السنة. طبيعة الحال كيكونوا احتفالات، كيكون بزاف ديال الحوايج اللي ضروري أن الأمن يكون حاضر فيها ويكون القانون كيطبق دائما وكما هو المعتاد من غير اليوم ديال رأس السنة، وإنما دائما مدينة المحمدية تعرفوا لله الحمد الأمن والاستقرار والتحكم في النظام داخل المدينة. لكن اليوم بالاستثناء هو يوم ديال نهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023 اللي كنتمناو أنها تدخل بالصحة والسلامة والعافية وكذلك بموفور الأمن والاستقرار للساكنة وللمغرب برمته، وكذلك نسأل الله الصحة والعافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ونسأل الله كذلك أن
تكون الأسرة العلوية برمتها في أمن وأمان وازدهار في بلدنا المغرب. مشاهدينا الكرام، هذه هي الترتيبات الأمنية التي تتخذها المنطقة الأمنية بمدينة المحمدية، وهي تابعة لولاية الدار البيضاء الكبرى، جهة الدار البيضاء سطات. طبيعة الحال المغرب برمته اليوم، خاصة مع الاحتفالات مع دخول رأس السنة الجديدة 2023، إلا وكتكون عندنا يعني زيادة في الأمن، وكذلك كتكون مراقبة جد مشددة، منها المراقبة الأمنية العادية، منها مراقبة الوثائق والأوراق، وكذلك التنقلات ما بين المدن وما بين الأحياء والأزقة، فقط من أجل حفظ الأمن والسلام داخل المملكة المغربية. حفظ الله الأمة المغربية، حفظ الله المملكة المغربية، حفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس وسائر الأسرة العلوية. اللهم احفظ المغاربة أينما حلوا وارتحلوا، داخل الوطن وخارج أرض الوطن. تحية لرجال الأمن الوطني، وكذلك للمسؤولين على الدوائر الأمنية بمدينة المحمدية، حتى لا ننسى تحية كبيرة للقوات المساعدة، وهي المساند الرسمي والدائم لرجال الأمن الوطني داخل المدينة، خاصة في الأماكن اللي كتكون فيها هذوك الحواجز القضائية والحواجز الأمنية اللي كتسهر على تنظيم السير، وكذلك تسهر على ضبط الأمن والأمان والاستقرار. كما كتشوفوا معنا هناك فرق من الخيالة والدراجين، وكذلك رجال من القوات المساعدة، والمشاة من رجال الأمن الوطني، وهناك فرق أخرى تعمل في خفاء. لهم تحية كبيرة ولهم كل الشكر، لأن فعلا مسألة الأمن بالمدينة هي مسألة حتمية وضرورية، ولولا تواجد هؤلاء الرجال ربما تكون الأمور خارجة عن السيطرة، لكن ولله الحمد عندنا رجال للأمن ذوي خبرة ذوي كفاءة، وفي نفس الحين هم من يضحون براحتهم بأنفسهم من أجل سلامة المواطن الأفضلي. حفظ الله رجال الأمن ورجال القوات المساعدة بجميع أصنافهم، وحفظ الله مدينة المحمدية من كل شر ومن كل أذى. كانت هذه ترتيبات واستعدادات من أجل استقبال هذه الليلة اللي هي ليلة رأس السنة، اللي كيكونوا فيها الحفلات، كتكون فيها كثرة الحركة والتنقل. نسأل الله أن ننعم بالسلامة والراحة في مدينتنا. رسالة إلى الشعب المغربي كذلك، خصهم يساهموا حتى هما في مسألة الأمن والسلام. كنتمنى على أنهم يكونوا متجاوبين مع هاد الرجال اللي صراحة كيضحيوا بكل غالي وكل نفيس. تحية للشعب المغربي وتحية لساكنة فضالة، وهذه هي الترتيبات المتخذة في هذا اليوم. سنة سعيدة.